اللواء الدكتور سيد غنيم، وينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية طارق عجيب. أهلا بك معنا. أهلاً. ومن بيروت عبر سكايب ينضم إلينا مدير تحرير موقع أساس ميديا محمد بركات. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك أستاذ طارق. دول كثيرة، منظمات دولية، الأزهر الشريف، أدانت جميعا مجزرتي تل زعتر والفاخورة بالأمس، ويعني يبدو أن قرار إسرائيل باستهداف المدارس والمستشفيات لا رجعة عنه. بشكل عام بداية، كيف تنظر إلى الوضع أو إلى المشهد بعد 44 يوما من بدء الحرب؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. المشهد بعد 44 يوم هو يوميا يزداد مأساوية بأضعاف عن اليوم الذي قبله، خاصة مع هذا العدد الكبير في الضحايا من الأطفال والنساء، ويعني من كل الشعب الفلسطيني ومن جسد القضية الفلسطينية التي للأسف كل الخوف أن يكون هناك تصفية لهذه القضية، وهذا الهدف الرئيس من العملية العسكرية أو العملية العدوانية الإسرائيلي على قطاع غزة. كل ما يصدر من إدانات وشجب ورفض وقرار، يعني لم يصدر، نستطيع أن نقول قرارات لها علاقة بهذا الاعتداء، ولكن كل ما يصدر حقيقة لن تخضع أو لن تستمع إليه إسرائيل، لأنه لا يوجد هناك ما جملة ما بعد وإلا، يعني نحن نعترض كذا وكذا أو نطالب بكذا كذا وإلا ماذا ستفعلون؟ إن كانت أي جهة، حتى الأمريكي والأوروبي، يعني إن كان صدرت بعض الأصوات الأوروبية أو غير الأوروبية بأنه نحن طالنا على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي حتى في اعتداءاتها، ونحن نعلم في البداية أن نثبت مقولة أن إسرائيل في توصيفها في الحال التي نحن فيها هي قوة قائمة بالاحتلال، هذا التوصيف الرسمي للإسرائيلي في هذه المعركة أو في هذا الاصطدام مع الشعب الفلسطيني. إسرائيل قوة دولة أو قوة قائمة في الاحتلال، فهذا يبرر بشكل طبيعي بالقانون الدولي والشرعة الدولية أن هذا الشعب الذي يخضع للاحتلال حقه أن يقاوم بالكلمة وبالعمل السياسي والدبلوماسي وبالسلاح. يعني التبرير والحق هنا للشعب الخاضع للاحتلال وليس للقوة القائمة في الاحتلال، بالعكس على القوة القائمة في الاحتلال أن تلتزم بقوانين الأمم المتحدة وبقوانين التعامل مع الدولة التي تحتلها، علما هذا مرفوض بالمطلق، ولكن طالما هناك واقع المجتمع الدولي يتعامل معه أنه عليها أن تحترم. لهذا السبب الآن إسرائيل لا ترى أن هناك أي جهة في العالم، يعني الأمريكي والأوروبي والعربي والإقليمي، عندما يعني يرفض ويجب أن تتوجه كلامك لمن؟ لمن هي الجهة التي ستفرض على إسرائيل أو تطلب من إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي؟ هذا حتى شيء، حتى في قرار دولي بفرض هدن، ولكن إسرائيل تشعر دائما يعني أنها غير معنية بتنفيذ. أود أن أتحول إلى ضيفنا من بيروت. أهلا بك أستاذ محمد مجددا. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبير بالجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية عرضت حياة أسراها للخطر خلال الهجوم على مستشفى الشفاء، وأن الهجوم عليه استعراض قوة ولم يكن وفق استراتيجية واضحة، هل توافق؟ البداية يعني لم يتبين أن هناك لا أسرى ولا مسلحين لحماس في أي من المستشفيات، خصوصا في الشفاء. بالتالي يعني الدعاية، سنتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا أستاذ محمد، حول الحجة التي تقول إسرائيل بأنها تستهدف المستشفيات يعني كرملها، ولكن بما يختص هذا الموضوع ما رأيك فيه؟ ما هو السؤال من أساسه، تعرض حياة مواطنيها للخطر، لا يوجد أسرى ولا مواطنين في المستشفيات، فكيف ستعرضهم للخطر؟ بالتالي هذا جزء رد من التعاهي الإسرائيلي. نعم. لا ليس في رد الفعل، هم يقصدون أن هناك أسرى داخل المستشفى أو في أنفاق كما ادعوا داخل المستشفى. هذه الدعاية الغربية التي يعني تتورط فيها جرائد وصحف عريقة أمريكية، هدفها تبرير قتل الأطفال والمدنيين داخل المستشفيات، وهدفها المحافظة على بروباغندا مستمرة تفيد بأن قتل المواطنين والمدنيين والأطباء لاحقا وإفراغ المستشفيات، وشفنا أنه كل الذين في العناية الفائقة يعني استشهدوا،
هذه الدعاية هدفها القول أن هذا التصرف الإسرائيلي هو تصرف عسكري، وهو تصرف يجب أن نناقشه من زاوية عسكرية، أنه تعريض حياة الأسرى، فليذهب إلى الجحيم هؤلاء الأسرى وحياتهم إلى الجحيم. هناك أطفال خدج يعني ولدوا قبل أوانهم بسبب القصف الإسرائيلي، ويتم قتلهم بهذا القصف. ونحن ليس يعني لا يجب أن ننجر إلى مناقشة الرواية الإسرائيلية حول أسراهم، يعني هم وأسراهم. وبالتالي الأهم إسرائيل، الخشية الآن من أن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب. بالطبع حماس أيضا لن تنتصر، ولكن عدم انتصار إسرائيل سيزيد من وحشيتها، وهذه الحملة قد تستمر بشكل متقطع كما تفضل ضيفك قبل قليل، ربما لأشهر أو لسنة. وبالتالي همجية إسرائيل ستزداد، والدعم غير المحدود في الإعلام الغربي سيبدو أكثر وأكثر غير منطقي، مثل التسريبات ومثل القصص والروايات التي تنشرها الجرائد الأمريكية والبريطانية على وجه التحديد. نعم أستاذ محمد، حضرتك ذكرت أكثر من نقطة يعني سنبحثها بالتفصيل لأنها فعلا هي واقع على الأرض، ولكن أود أن أذهب لدكتور سيد فيما يختص الوضع العسكري وما حدث بالفعل بالأمس. يعني كنا نجد أن القصف على المدارس أو أماكن عامة أو أماكن مدنية يحدث دمارا، وبالتالي يسقط قتلى وجرحى، وبعض للأسف كمان يبقوا جثامينهم داخل الردم. ولكن لفتني بالأمس عندما شاهدت أن مدرسة الفاخورة لم تتدمر، ولكن كان هناك جثة بالداخل. ما هو نوع هذه القنابل أو الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في قصف الفاخورة بالأمس؟ والله الأرجح تبقى لما توصلنا لي، أعتقد أنها BLU-109 الأمريكية. الذخيرة دي مش جديدة، موجودة متسلمة لدول، سواء أستراليا عندها منها، بعض الدول الأوروبية، فضلا عن 3 دول في الشرق الأوسط منهم إسرائيل. الذخيرة لها أسلوب يعني مؤثر جدا، استخدمت بالمناسبة ما شابها في الحرب العالمية الثانية ضد المخازن الألمانية تحت الأرض، وفي أفغانستان قريبا جدا نفس النوع بقى. يعني الذخيرة دي أعتقد أن اللي تم بالفعل أن كان هم الإسرائيليين حاجم الاثنين مستغلين هذه النوعية من الذخيرة التي تستطيع عندما يتم انفجار القنبلة الخاصة بها BLU-109 بتعمل موجة حريق جامد جدا، بتحرق الأكسجين وتسحب الهواء من الأماكن المغلقة القريبة منها بسرعة شديدة قوي، اللي بتخلي من هم داخل المبنى القريب من الإطلاق خارج المبنى يتحولوا إلى أشلاء. يعني الانفجار حصل بره وهذا هو المبنى، الموجة اللي بتحدثها هذه النوع من الذخيرة شديدة للغاية تحرق الأكسجين، تسحبه بسرعة، يتحول من بالداخل، يعني يموت الإنسان بس يبقى المبنى، ويتقطع ويبقى المبنى. ولكن أيضا تستخدم ضد الأنفاق لأنها بتضرب في العمق أيضا، يعني قد يكون هم في تصور أن هناك أنفاق تحت الأرض في هذا المكان، يعني في هذا المكان لو كان النفق بالذات ضيق فسحب الهواء بيكون أقوى جدا، فبتقدر تحول من هم في العمق القريب بهذا النفق أو أي أجهزة أو معدات داخله أيضا تدمر، ومن داخله يحول إلى أشلاق بسحب هذا النوع من سحب الهواء المؤثرة للغاية لهذا المنطلق. فأعتقد أن الإسرائيليين من وجهة نظرهم على الأقل ما سيعلنوه أنهم يرون أن في داخل هذه المدرسة الفخورة مركز قيادة تابع للفلسطينيين أو تجمع للفلسطينيين وليس أطفال كما أعتقد تم النقل بعد ذلك، أو أبرياء يعني مدنيين لاجئين أو نازحين، وتم تدميرهم بهذا الشكل. نعم. اللي هو النظرية اللي قلت حضرتك عليها. إذن هذا يؤكد مرة جديدة كمان اللي تفضل فيه أستاذ محمد من بيروت، أن العملية عم تزداد صعوبة عسكريا. هذا يقودنا إلى سؤال دكتور أستاذ طارق، أن إسرائيل أمام اختبار صعب وفينا نقول عنه أيضا محرج أمام الرأي العام العالمي. الذريعة التي قالتها بأنها تستهدف المستشفيات والمدارس لأنها تشتبه بأن فصائل وخصوصا حماس عسكرتها لم تقدم حتى الآن دليلا حول صدقيتها،
بعض المسؤولين الأمريكيين العسكريين قالوا بتصريحات صحفية بأن هذا التأكيد يستلزم أشهرا وربما لن يتم تأكيده. كيف ستروي الرواية إسرائيل يعني بهذه إسرائيل الحالة؟ إن كان هناك أي جانب يعني مثل ما بيقولوا حكلان يهم إسرائيل فهو الرأي العام العالمي أو رأي الشارع، لأنه حقيقة في الحرب الأخيرة وبالعدوان الأخير على غزة ثبت للعالم وتوضحت كثير من الصورة الغير الصحيحة التي كانت تروجها إسرائيل ومنظومات السياسية الحاكمة في الغرب لإسرائيل، كما قيل يعني أنها هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم. هذا يعني ما رآه العالم والرأي العام العالمي خلال 44 يوم من هذه الجرائم المقصودة، وبدعم مفتوح غربي أكد أو يعني للرأي العام العالمي أنها ليست لا واحد ديمقراطي وإنما هي ترتكب جريمة إبادة عنصرية بكل ما يحمل المصطلح من تعريف، وعلى الملأ وعلى الشاشات وعلى الشاشات التي تدعم الغرب، لكنه لا يستطيع أن ينكر هذه الجرائم وهذه الارتكابات التي تجري. فأعتقد أن إسرائيل الآن أمام الرأي العام العالمي هي في وضع فعلا صعب، لأنها ظهرت على صورتها الحقيقية وبدأت تخسر كثيرا من رصيدها السابق الذي كانت تروج له وسائل الإعلام والمؤسسات الداعمة وحتى المنظومات السياسية الغربية. وهذه الرأي العام والرأي الشارع العالمي والغربي تحديدا أعتقد سيكون له تأثير على حكوماته لكي بالتالي تؤثر على إسرائيل في التوقف عن هذا العدوان أو المحاولة للتخفيف كما يقال، كما قال بايدن تخفيف من خسائر المدنيين. يعني اليوم نتنياهو يصرح أنه نحن مستمرون في عمليتنا ولكن لم نتمكن من تخفيف الخسائر، يعني كارثة هذا ما يجري. فالرأي العام العالمي أو الرأي الشارع العالمي أعتقد هو أكثر ما يمكن أن يؤثر على الدول التي يتحرك فيها الرأي العام العالمي الغربي أو غير الغربي، وبالتالي على الضغط على إسرائيل وليس المنظومات السياسية ستتأثر. ولكن يعني يبدو أنه بعض المسؤولين بالدول وخصوصا الأوروبي وحتى بايدن يلقي بالا يعني تهدئة روع الشارع قليلا، فمنلاقي حتى لو لفظيا كان هناك تغيير. أعود إلى موضوع الأسرى أستاذ محمد، الحديث عن صفقة تبادل الأسرى مستمر، لكن لفتني ما قاله بعض المحللين بأن لا مانع لدى إسرائيل من التضحية بالأسرى مقابل تنفيذ مخططها بالقضاء على حماس، والحركة ليس لديها طرف الوقت للمناورة من أجل مكاسب أكبر. كيف ستنتهي هذه الصفقة؟ الصفقة كما يريدها الأمريكيون يعني لا تتعلق بالأسرى فقط، ما يجري العمل عليه هو ضمان هزيمة حماس وفي الوقت نفسه خروج إسرائيل. وإسرائيل تعلن يعني نتنياهو والمسؤولين الأمنيين والمسؤولين بحكومته عم بيقولوا أنه نحن بدنا نبقى بغزة أو بدنا نعمل مثل حكم أمني لغزة. بالنهاية يعني تبادل الأسرى سيحصل عاجلا أم آجلا كما حصل في السابق بعد حرب تموز في لبنان. الأهم هو نتائج هذه العملية. إسرائيل كما تفضل ضيفك قبل قليل خسرت معركة الرأي العام في العالم، خسرت معركة أنها هي الضحية وأن هناك يعني وحوش متطرفة دخلت إلى منازل الإسرائيليين وأسرت وقتلت وخطفت. من الواضح أن إسرائيل خسرت هذه المعركة وتحولت في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة لتعود إلى صورة الوحش الوحيد في المنطقة وربما في العالم. خليني بس أقول شغلة بالسياسة تما نحكي توقعات حول الأسرى. بالسياسة هناك دول وطنية صامدة حول إسرائيل، من الأردن ومصر. هذه الدول بعد ما انهار سوريا وانهار لبنان اقتصاديا وغيره وانتهى الجيش العراقي وانهار النظام الليبي اللي كانت هذه دول تاريخيا معادية للمشروع الإسرائيلي وتقاتل بشكل أو بآخر يعني ولو على خفر أو على خجل أو بطريقة غير جدية أحيانا مثل القذافي وصدام حسين، ولكن هذه دول كانت معادية لإسرائيل. كل هذه الدول بالسنوات العشرة والخمسة عشر الأخيرة انتهت. يبقى هلأ في دولتين قرب إسرائيل هن الأردن ومصر، وهما الدولتان المهددتان أكثر من غيرهما
بنتيجة تداعيات هذه الحرب. إذا انتصرت إسرائيل وقدرت تظهر الغزاويين على هذه الدولتين سيكون وجود هذه الدولتين مهدد، وإذا انتصرت حماس وهذا هو الأخطر قد تكون هناك موجة كبيرة شعبيا من التطرف الإسلامي التي ستجد في انتصار حماس يعني وسيلة أنه هكذا يمكن أن نكون أقوياء في المنطقة، قد تهدد هذه الأنظمة أيضا من الداخل. وبالتالي نتيجة هذه الحرب على المستوى يعني على مستوى المنطقة ستكون تهديد الأنظمة العربية ليس أقل من ذلك. وبالتالي تبادل الأسرى هو يعني موضوع وشق تقني سينتهي كما ينتهي دائما، إلا إذا استطاعت إسرائيل وهذا شبه مستحيل أنه تفوت وتجيب الأسرى ومثل ما تفضل ضيفك الخبير العسكري أنه يستسلموا بالشوارع قادة حماس، وهذا لن يحصل. يعني هم سيقاتلون حتى آخر رجل وحتى آخر نفق. نعم، هذه نقطة مهمة جدا، ولكن ذكر أستاذ طارق من شوي لما حكينا عن المظاهرات أو الرأي العام وتأثيره على ما يجري على الأرض، ولكن بايدن بمقال نشر اليوم بالواشنطن بوست يتحدث عما بعد، يتحدث عن سلطة فلسطينية مع أبديت، يتحدث عن وضع غزة، يتحدث عن وضع الضفة الغربية اللي هو بطبيعة الحال ليس أفضل من غزة بالوقت الحالي، يتحدث عن أمور كثيرة، ولكن يعني الولايات المتحدة لم تستطع أن تفرض إدخال شاحنة وقود إلى غزة من غير إرادة إسرائيل، هي مفروض راعية لعملية السلام. كيف ترى أمريكا اليوم؟ هل هي تقول ما لا تفعل؟ الولايات المتحدة بدأت، يعني احنا عندنا ايه؟ عندنا المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، في الولايات المتحدة، في أوروبا والاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية حتى فرادا، وعندنا المستوى الإقليمي سواء دول عربية أو غير عربية. يعني لو قلنا أن موقف إيران وتركيا واضحين جدا في أحد الأطراف، يبقى كما ذكر ضيفك من لبنان اللي هو موقف مصر والأردن الأكثر تضررا. نرجع بقى لبايدن هنا، أمريكا في تحولها في الموقف الإسرائيلي أبطأ بكتير من الجميع. يعني هي أبطأ، الدول الأوروبية أسرع نسبيا، وبالتأكيد نحن كعرب أسرع بكتير في محاولة إدانة إسرائيل بكل الأشكال. يعني مثلا بايدن أعلن أنه هو يجب توبيخ وفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية على ما يفعلوه في حق الفلسطينيين بعدم منحهم تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية. أول مرة أسمع عن هذه العقوبة الحقيقة، جنب عقوبات اقتصادية كبيرة وعقوبات عسكرية شديدة للغاية. إنما خليني أقول لحضرتك أنه بدأ في التحول، إن أنا بدأت من الدعم الصريح الدائم المستمر إلى عدم القبول، إلى التوبيخ، إلى الإدانة ولو عقوبة بسيطة بعد ذلك. فأنا أعتقد أن إسرائيل بتجر كل العالم على رأسها الولايات المتحدة على الأقل سياسيا أنها تأخذ موقف ضدها، وده هيكون بالتتالي مع الاستمرار. وهو ما يبرر ماذا؟ نتنياهو بيحاول مع قادته العسكريين حتى القيادة السياسية لحكومته يحققوا أكبر إنجاز ممكن في أقل فترة ممكنة لكان يكون تحقيق أي نصر حاسم، وهو ما لم يحدث حتى الآن. نعم، وهو ما يريدون فعلا تحقيقه على الأرض. يعني حتى بايدن أستاذ طارق يتحدث أنه المجتمع الدولي إقامة ما أسماه آلية لإعادة بناء تلبية احتياجات غزة. هل برأيك هذا المجتمع الدولي يكون موجودا عندما تريد إسرائيل والولايات المتحدة، ويكون غائبا عندما لا تريدان ذلك؟ هاي أولا، يعني هذه المقولة صحيحة، ولكن أنا بدي أعقب على كلامك. أنت قلت هل يقول بايدن ما لا يستطيع فعله؟ لا، الأمريكي يقول ما يريد ويفعل ما يريد. ده صحيح، يعني هو يصدر يقول للعالم ما يريد ثم يفعل ما يريد. كل يعني نحن هناك فهم من وجهة نظري أعتقد غير ناضج لدى الغالبية العظمى، أنه عندما يقولون الأمريكي لا يستطيع أن يفرض على الإسرائيلي، الإسرائيلي لا يخطو خطوة إلا بأوامر أمريكية. الإسرائيلي هو رأس حربة المشروع الغربي الأمريكي في المنطقة وليس قائد للمشروع الغربي الأمريكي في المنطقة. لهذا السبب يمنع حتى على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أن تتصرف خارج السيناريو الذي يريده الأمريكي وليس الذي يقوله
أو يحاول أن يفهم الآخرين أنه يريده. لهذا السبب ما يجري في المنطقة ليس حصرا بغزة، هو ضمن قضية أوسع إقليميا أوسع عالميا. لهذا السبب نرى هذا التواجد الأمريكي وهذا اللهاث الأمريكي وهذا التعنت والصرف الأمريكي. هذا التواجد الأمريكي من أجل حماس وفصائل فلسطينية أو من أجل هدف أكبر وهو إيران في المنطقة؟ إيران جزء من الأهداف الأمريكية وجزء مهم، ولكن أعتقد الأوسع من إيراني عندما نقول هذا الصراع العالمي بين الغرب والشرق، بين الأمريكي ومن معه والروسي والصيني ومن معه، وارتباطات هذه المنطقة جغرافيا. نحن يجب أن نؤكد على أهمية جغرافية المنطقة. جغرافية المنطقة هي عنق زجاجي، خلينا نقول، للشريانات الاقتصاد أو لأهم شريانات الاقتصاد وليست لجميعها، التي تنعش أوروبا والأمريكي، وممكن بإمكانها تماما أن تخنق الروسي وتخنق الصيني. لهذا السبب هذا الصراع على المنطقة، على جغرافية المنطقة، لا يهم حماس، لا يهم مثلا فكرة سوريا إسرائيل. هذه المنطقة يجب أن تبقى بيد وتحت سيطرة على الأقل توافقية بين المشروعين الكبار، يعني بين الأمريكي ومن معه والصيني والروسي ومن معه، وليست فقط. فهنا من يسيطر، يعني ذكر ضيفك من بيروت أنه إذا انتصرت حماس مشكلة وإذا انتصرت إسرائيل مشكلة. الآن إذا لاحظنا هو البحث الحقيقي والذي يضغط باتجاهه حتى الأمريكي، ولكن يأخذ وقته، يعني هو يريد وقت لكي لإيجاد الصيغة النهائية كيف ستحكم غزة بعد أن تنتهي الحرب وليس بعد نهاية حماس. غزة والضفة والسلطة، بمعنى هناك يجب أن يكون صيغة لحل الدولتين، لكن حل الدولتين يجب أن يكون هناك عقد كأداء تحل قبل أقراره. حماس أين ستذهب؟ طيب هذا السؤال أريد أن أجيره لأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني الولايات المتحدة تتحدث عن حل الدولتين وحكومة نتنياهو الأكثر تطرفا بتاريخ إسرائيل نسخة هذا الموضوع من أقواله، من أفعاله، من حساباته. كيف يمكن الحديث عن المستقبل في ظل هذا الوضع؟ مستقبل المنطقة سيكون بلا نتنياهو. الأمريكيون يريدونه بلا نتنياهو وبلا حماس. ما بعرف إذا رح يقدروا. الأكيد سيكون مستقبل المنطقة بلا نتنياهو، وبالتالي أي موقف سياسي إسرائيلي حالي هو موقف مؤقت، لأنه حين تتوقف آلة القتل العسكرية في غزة ستبدأ فورا محاسبة نتنياهو على فشله في حماية إسرائيل من جهة، وعلى فشله في العملية العسكرية، لأنه في النهاية أيا كانت النتيجة سيقول المعارضون لنتنياهو في الداخل أنه فشل. إذا بقيت حماس سيكون قد فشل، وإذا تضررت حماس كثيرا وأطلقت صاروخا في اللحظة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار سيقال لنتنياهو أنت خسرت المعركة. وبالتالي سيكون المستقبل بلا نتنياهو وحل الدولتين، إذا كان بايدن جادا وإذا كانت الدول الأوروبية اللي تحدثت عن حل الدولتين وأبرزها فرنسا ماكرون جادة في الدفع باتجاه حل الدولتين، سنكون أمام يعني فترة لا بأس بها من مفاوضات حول حل الدولتين، لأنه العرب لن يستطيعوا بعد الآن أن يديروا ظهورهم للقضية الفلسطينية من دون حل نهائي. في هذه الأثناء الدولة الأقوى في المنطقة عسكريا واللي عندها أذرع في كل مكان إيران، تفاوض أمريكا ورئيسها إبراهيم رئيسي جاء إلى القمة العربية الإسلامية في السعودية في 11 قبل أسبوع، ووقع على مقررات القمة العربية التي تدعو إلى حل الدولتين. وبالتالي نحن أمام تطور كبير وهائل في الموقف الإيراني، ولا يوجد أي تحفظات مكتوبة كما سرب أن إيران أرسلت تحفظات إلى القمة. وبالتالي إيران التي تفاوض أمريكا والتي حصلت على 10 مليارات دولار من أموالها في العراق مؤخراً، والتي تحافظ على ستاتيكو هادئ ومعقول من المناوشات الحدودية جنوب لبنان وشمال إسرائيل،
هذا لب القصة أود أن أسألك عنها، وطالما أنت تحدثنا من بيروت، يعني هل ترى أن طهران تحاول الانسحاب من مشهد التوتر لتجنب نفسها العواقب السياسية على تصرفات أذرعها العسكرية؟ يعني لا بأس ببعض المناوشات، شفنا اليوم فصائل عراقية تقصف التنف بسوريا، حزب الله هناك توتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حتى القصف الإسرائيلي طال النبطية لم يطلها منذ 2006، حرب 2006. الحوثيون في اليمن أعلنوا اليوم عبر تليجرام أنهم سيستهدفون جميع السفن المملوكة أو التي تديرها شركات إسرائيلية أو التي تحمل العلم الإسرائيلي. يعني بالأذرع تحارب أو تناوش، هل توافق على هذا الأمر؟ أنا لا أوافق ضيفك الذي قال أنه إيران أو أذرع إيران قد تتدخل إذا تضررت حماس بنسبة 50%. أنا تقديري منذ اللحظة الأولى، نحن كتبنا في أساس في 11 تشرين الأول أكتوبر أنه الحزب لن يدخل الحرب وإيران لن تدخل الحرب، وتبين أن هذا حقيقي، لأنه إيران تفاوض أمريكا حاليا، تقبض 10 مليارات دولار بيد وتسرب باليد الأخرى أن الخامنئي قال لقادة حماس أنه هيدا شغلكم ونحن لن نتدخل. الخامنئي نفسه في اليوم الثالث من حرب أكتوبر خرج وقال هذا الإنجاز يجب أن يكون فلسطينيا، وبالتالي لن يتدخل أي من أذرعه. ما جرى من إطلاق نار على القواعد الأمريكية وما أطلقه الحوثيون يدخل في باب التضامن وليس في باب وحدات الساحات، وما يفعله حزب الله جنوب لبنان هو وكل الفصائل اللي أعلنت أنها شاركت يدخل في باب التضامن. الحرب ما هكذا تكون الحرب، نحن عشنا حرب تموز 2006 33 يوم كانت بقسوة غزة، لم تبدأ الحرب جنوب لبنان بعد، ما يجري هو تضامن عسكري وإعلامي وسياسي كبير، تضامن بالدم، يعني الجنوبيون والشيعة في لبنان لم يتركوا فلسطين، هذا واضح، ولكن في العمق لم يقاتلوا من أجل فلسطين ولم يدخلوا الحرب الكبرى من أجل فلسطين. بالتالي لنعد إلى حل الدولتين، حل الدولتين سيكون منطقيا، العرب هذه المرة يريدون حل الدولتين، الفلسطينيون يريدون حل الدولتين، أمريكا وأوروبا تريد حل الدولتين، وإيران التي كانت في أدبياتها تتحدث، يعني إبراهيم رئيسي كلمته في القمة كانت من البحر إلى النهر فلسطين وسلحوا الشعب الفلسطيني، لكنه وقع على حل الدولتين في نهاية القمة. الكلام شيء والاستهلاك الإعلامي شيء والعنتريات شيء، وما هو مكتوب وما هو شفهي وما هو معلن وما هو تحت الطاولة والتفاوض مع أمريكا شغال هذا أمر آخر. المنطقة تتجه تقديري إلى حل الدولتين، أمريكا تريد هذا الحل من دون حماس، وعلى الأرجح سيكون هذا الحل من دون حماس، بتدمير حماس باستسلام قادتها لا أعتقد، لكن بقيادة فلسطينية موحدة قد يكون فيها ممثلون قريبون من حماس ولكن ليس قادة في حماس. فتح والسلطة الفلسطينية والعرب هم الذين سيقررون شكل التمثيل الفلسطيني في غزة وفي الضفة، وسنذهب إلى حل الدولتين. بالطبع دولة ستكون معوقة ومشوهة ومفككة ومليئة بالمستوطنات، سنرى كيف سيكون مخرجات هذه الدولة. بما تبقى لدينا من وقت أود أن أسأل عن موضوع خطير، الكنيست سيصوت على مقترح كان يريده إيتمار بن كفير وزير الأمن القومي لإعدام الأسرى، إلى أي مدى وصلنا بالتشدد اليميني المتطرف في إسرائيل؟ أنا فعلاً قريت هذا الموضوع يعني مؤخراً جداً، وبصراحة أنا استغربت حتى مش قادر أتصور أبعاده. يعني أنت لديك أسرى موجودين، أنا بتكلم على الإسرائيليين، يعني بتكلم على الإسرائيليين أو حتى الإسرائيليين المجنسين، يعني موجودين في إيد عدوك، يعني وأنت بتتكلم دلوقتي عن إعلان إعدام الأسرى، إعلان إعدام الأسرى الذي لديك يعني إعدام الأسرى الذي لدى الجانب الفلسطيني ببساطة شديدة، يعني ده أقل تقدير ممكن أتخيله. يعني فهو إذن قد يكون إسرائيل ملاحظ عليها زي وزير التراث الذي أعلن استخدام السلاح النووي. أنا شايف الكنيست
أو في مجلس الوزراء الإسرائيلي هناك تصريحات بيتم إصدارها أو طرح قوانين للتصديق عليها بأي شكل من الأشكال، أو حتى مقترح زي هذا المقترح الغريب؟ يعني كيف هي التهم؟ هو يعني أليس هناك قضاء سلطة قضائية، أم أن من يعدم الأسر هم السلطة التشريعية؟ أنا حقيقي مش قادر أتفهمه. يعني السلطة القضائية مسؤولة عن الحكم والقضاء وما إلى ذلك طبقا للقوانين والدستور، إذا كانوا يملكون لديهم دستور. فإذا أنا بالنسبة لي أنا بعتبره مش في وقته، غير موفق بالمرة، بل أنه بيزيد الاستفزاز ضد إسرائيل حتى دوليا وليس داخليا فقط وليس حتى على المستوى العربي. نعم، يعني هذا ما يبرر التشدد بنظرة شاملة. إذا أردنا أستاذ طارق أن ننظر إلى فصائل أو مكاسب الفصائل ومكاسب إسرائيل بعد 44 يوما، كيف ترى؟ هذا هو الضبابي، لأنه لا يوجد منجزات لأي منهما حتى الآن. دمار وجرائم وخسائر وتعتيم إعلامي من قبل الفلسطيني، وحتى لا نعرف بالضبط ما الذي يقوم به فصائل المسلحة، إن كان حماس والفصائل معها. الفكرة بالنهاية أنه بالنهاية سنصل إلى حل. يعني ما قاله بن غفير أو المطالبات بالإعدام، هذا حقيقة كان يستخدم، أو هناك قرار عسكري على المجندين أو الأسرى العسكريين، الآن هناك مدنيين. ولا ننسى أن ما نستشهد به تاريخيا علي وعلى أعداء شمشون الذي هدم على نهوش هو يهودي، أسف من كلمة، لأن عقيدة اليهود وتصريحات نتنياهو وكل القادة اليهود في عقيدتهم هم يستعجلون الحرب الكبرى والمجازر لقدوم المسيح المخلص بهذا. يعني هم أيضا هناك جزء عقائدي، يعني ليست المشكلة مع اليهودية ولكن المشكلة، ولكن أيضا قادة الإسرائيل، قادة الصهيونية، هم يستندون إلى معتقدات إسرائيلية. يعني اليمين المتطرف الإسرائيلي هو الذي يريد الوصول إلى حرب كبرى وحرب مدمرة لاستعجال النهاية أو تحرير اليهود كما في معتقدهم اليهودي. لهذا السبب هناك ضغط كبير، هناك كسر عظم بكل ما الكلمة من معنى بين الفصائل. أعتقد بعد كل هذه المعمعة، وأن كانت ستأخذ وقت لتحضيرات صيغة الخروج، يعني أعتقد كل يستنزف الآن وكل يعني يدخل في هذه المعركة الاستنزاف والحرب الطويلة التي قد تمتد لشهور لا أحد يعرف وقتها، هو تحضير لصيغة مبدئية يتفق عليها الجميع للخروج إلى ما بعد الحرب. كيف سيكون كما ذكر ضيفك بدون نتنياهو أكيد، ولكن أيضا أعتقد أنها ستكون بدون حماس بصيغة ما، وأن لأنه لن يكون هناك قبول لتوقف الحرب إن كان حماس باقية، لصيغة أنه انتصرت حماس لأنها لها تبعات كثيرة حقيقة تشكل. هذا حتى في منطق عام يجب أن تكون هناك التفضيل الوطني، أنه نحن في سبيل فلسطين، نحن نقدم حتى أن هناك صيغة أخرى. يعني هناك مثال ليس بعيد، بآسف فيدي بأخذ من وقتك، الشين فين في إيرلندا عندما كانوا يقاومون ويحملون فكر مسلح ومقاوم مسلح، تم التوصل بالنهاية إلى اتفاق وتغير اسم الحزب وتغير رئيسه وأدخل في الحياة السياسية. هناك صيغ كثيرة لهذه الصيغة. إذن قد تمتد برأية صيغة الحرب إلى إيجاد هذه الصيغة. أستاذ محمد، بكلمة سريعة جدا، إلى متى تتوقع أن تستمر هذه الحرب؟ وهل هذا السؤال في وقته الآن أم أن الأمر غير واضح؟ يعني أنا تقديري أنه طبعا غير واضح، ولكن ربما يكون ما يريده نتنياهو لإطالة عمره السياسي وعمر حكومته أنه يحول الحرب من حرب مفتوحة مثل ما هي هلأ ووحشية ويومية إلى حرب استنزاف طويلة المدى ليطيل عمره السياسي شخصيا. لكن في النتيجة، وهذا ليس إنشاء، الشعب الفلسطيني سينتصر على نتنياهو، سينتصر. ربما تكون حماس هي كبش الفداء، أو ربما تكون حماس هي الأضحية التي سيقدمها الشعب الفلسطيني على مذبح الانتصار، ولكن الانتصار الكبير سيكون كما قلنا هو بأنه لن يستطيع أحد في العالم بعد اليوم أن يتجاهل حل الدولتين. شكرا جزيلا لهذا التلخيص. شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت المدير التحرير موقع أساس ميديا محمد بركات، وأيضا أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور سيد غنيم الخبير العسكري، أهلا بك معنا، وشكرا جزيلا للباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ طارق عجيب. الشكر موصول لكم مشاهدينا، نفس الزمان والمكان، غدا مع مشهد غزة.